تتحقق الأحلام إن عشنا لها. وفي تلك المحطة من العمر تبدأ الرحلة لترسم ملامح الإنجاز الذي سيرافقنا على مر الزمان. رغم ظروف الغربة ومرارتها، بدأت سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة مشوارها التعليمي بالمملكة المتحدة، حيث تميزت من بين الجميع بذكاء عال وتحصيل علمي مرتفع. فقد كان طموحها دوماً هو الالتحاق بكلية الطب بعد التخرج من المدرسة، حتى أتى ذلك اليوم الذي تم اختيارها فيه للمشاركة في برنامج Young Enterprise JA Company Program. ومنذ تلك اللحظة توقدت تلك الشعلة وبانت ملامح المستقبل المشرق بعد التجربة الريادية التي خاضتها والتي خطت منهجاً جديداً لحياتها الأكاديمية. بعد العودة لمملكة البحرين استلهمت سمو الشيخ حصة طريق الإنجاز، وبعد طول تفكير يملأه الشغف والطموح صاغت سمو الشيخ حصة مستقبل مشروعها الخاص على الورق أخيراً ليرى النور، مؤسسة إنجاز البحرين. فاجتمعت بوزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي رحب بالمشروع وفتح لها المجال من خلال الوزارة، وذلك باحتضان البرنامج ودعمه وتمريره على جميع طلبة المدارس، ليغدو مفهوم المؤسسة روحاً تسري في الأجيال البحرينية القادمة، وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم الشريك الأساسي لنجاح مؤسسة إنجاز البحرين. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين، وأن أشيد بالتعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والقائمين على هذا المشروع المتميز الذي حقق منذ بدايته نجاحات كبيرة حتى أصبح واقعاً على الساحة التربوية، حيث استفاد آلاف الطلبة والطالبات من البرامج المتميزة التي تقدم من خلال إنجاز البحرين. ولم يعد ذلك الحلم مجرد أوراق تملأ الرفوف، بل بدأت سمو الشيخ حصة بالسعي نحو هدفها بمشاركة المغفور لها بإذن الله تعالى بدرية نقي، فكانت لها الساعد الأيمن في تنفيذ المشروع وتحقيق الإنجاز. وفي يناير من عام 2005 تأسست مؤسسة إنجاز البحرين ليكون حلم سمو الشيخ حصة واقعاً ملموس. نجاحات مؤسسة إنجاز البحرين مبنية على شخص سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة كإنسانة، إنسانة شابة ذو علم ذو معرفة، استطاعت وتستطيع أن تتعامل مع أكبر المسؤولين في الدولة ومع أصغر مواطن في البحرين، تذهب شخصياً بغض النظر عن مسؤولياتها الرسمية، تذهب إلى كل مدرسة كل صف في جميع أنحاء البحرين، دائماً تحب أن تكون متواجدة بنفسها. وفي يناير من عام 2005 تأسست مؤسسة إنجاز البحرين، تغطي برامج إنجاز البحرين الآن ما يقارب 200 مدرسة بداخل المملكة بمساعدة وزارة التربية والتعليم، وبمساندة 18 عضو بمجلس الإدارة من كبرى شركات البحرين. نحن في شركة غاز البحرين الوطنية من مجلس إدارة والإدارة التنفيذية والموظفين المتطوعين المتطوعات في البرامج المختلفة للأعمال التجارية، نؤمن بدور ورسالة وأهداف إنجاز البحرين في إعداد وصقل مهارات الشباب، وكذلك إعطاء الفرص لهم بتحقيق نجاح فيها ومواجهة التحديات المستقبلية. حيث بدأ المشروع في عام 2005 بأربعة برامج بمشاركة 1023 طالباً و23 متطوعاً،
وفي عام 2009 وبعد تضافر الجهود والسعي إلى التطوير شهد المشروع نقلة نوعية في أعداد المشاركين الذين بلغ عددهم قرابة 5000 طالب وما يزيد عن 200 متطوع، حيث توسعت أنشطة إنجاز على أيدي الطاقات الشبابية البحرينية لتشمل أكثر من 21,000 طالب وما يفوق 800 متطوع ل15 برنامجاً متميزاً في عام 2016. يد بيد إن شاء الله نعد الشباب لمستقبل